بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله عز وجل، إن أمر الصلاة عظيم ومهم، وأهميتها لا تخفى على أحد من المسلمين. ولذلك فإن حديثنا إليكم في أمور تتعلق بهذه الصلاة، ومن هذه الأمور أولاً أهميتها، فالصلاة ركن من أركان الإسلام، وقد جاء الأمر بها في كتاب الله عز وجل كما في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في آيات كثيرة. وقال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه المباني الخمس أولها الشهادتان، وتأتي بعدها الصلاة، ثم بعدها الزكاة، وهكذا. فهي من مباني الإسلام ومن أركانه وأسسه، بني الإسلام على خمس كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه الصلاة من تركها فإنه يكون كافرا، متى تركها متعمدا، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن ترك الصلاة متعمدا وكان غير معذور بنسيان ونحوه، فإنه يكون هذا التارك متعمدا، سواء كان تكاسلا أو تهاونا، فإنه يكون كافرا الكفر الأكبر. ولذلك حري بالمسلم أن يعتني بهذه الصلاة، وأن يجتهد في المحافظة عليها غاية الاجتهاد. ولذلك فهي أحد الأسس العظيمة في هذا الدين العظيم. وهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فضلها. هذه الصلاة فضلها عظيم، ولذلك فرضت في السماوات ليلة عرج به عليه الصلاة والسلام، أسرى به وعرج به إلى السماوات، ففرضت عليه في السماء، وقد فرضها الله 50 صلاة على رسوله وعلى هذه الأمة، فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يراجع ربه حتى جعلها 5، وهي 50. هذه الصلوات الخمس، الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
فانظروا أيها المسلم في أهميتها وفضلها أنها فرضت في السماوات، أما بقية الشريعة فرضت في الأرض. وأيضا أن هذه الصلاة قد ضربها النبي مثلا عليه الصلاة والسلام، قال مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من دغنه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فتفكر في فضلها وفي مكانتها حتى تكون محافظا عليها وعلى الفرائض قبل كل شيء. المسألة الثالثة، ما هو خير الأعمال؟ والجواب خير الأعمال هي الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام استقيموا ولم تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ويقول عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. فخير الأعمال هذه الصلوات، والفريضة مقدمة على النوافل. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فيبدأ المرء بالصلوات الواجبة هذه الخمس، وكذلك الجمعة على الرجال الأحرار البالغين المستوطنين أو من يلحق بهم في وجوب صلاة الجمعة. فافهم أيها المسلم وتعلم أيها المؤمن أن هذه العبادة لها مكانتها ولها أهميتها. رابعا، أيها المسلم تعلم كيف تصلي، لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وأنت يجب أن تتعلمها من أهل العلم، لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعليك أن تعلمها أهلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل فصلى ثم سلم على النبي، فقال له النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي إنك لم تصلي، لأنه كان قد أساء في تلك الصلاة. وهكذا عاد عليه مرات حتى طلب من النبي أن يعلمه، فقال إذا قمت للصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى اطمئن راكعا، ثم ارفع. وهكذا بين له هذه الصلاة وبين له أركانها عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجب عليك أيها المسلم أن تتعلم هذه الصلاة من أهل العلم ومن العلماء. وإذا كنت جاهلا في شيء منها أن تسألهم عن ذلك، وأن تحقق أركانها وشروطها وواجباتها، وأن تأخذ ذلك من أهل العلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني العلم الذي لا تصح العبادة إلا به في العبد ونحو ذلك.
فعليك أن تتعلم هذه الصلاة وأن تتنبه لأمر نفسك. لا تصلي صلاة من يكون جاهلا فلا يؤدي أركانها حقيقة، ولا يؤدي شروطها، ولا يؤدي واجباتها. وهذه هي المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، أيها المصلي، هل نهتك صلاتك عن الفحشاء والمنكر؟ قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ونحن نلاحظ أن كثيرا من الناس يصلون ويخرج وهو عند باب المسجد يكذب أو يغتاب أو يظلم الناس، فلماذا لا يتأثر بصلاته؟ حجب المسلم أن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، وأنه إذا صلى الظهر مثلا أنه يراقب نفسه في أقواله وفي أفعاله وفي كلماته وفي معاملاته ومع زوجته وأولاده وجيرانه ومع المجتمع وبينه وبين ربه، فينتهي عن الفحشاء والمنكرات حتى تأتي العصر. صلى العصر راقب نفسه حتى تأتي المغرب، وهكذا تدور عليه الصلوات الخمس، فيحاسب نفسه بين كل صلاة وصلاة ليكون فعلا ممن نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر. ولذلك لو أن كل واحد منا سلك هذا المنهج وأمر أهله بالصلاة فإنها سوف تنتهي عن المنكر. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فأنت أيها المسلم راقب نفسك، وهل نهتك صلاتك؟ وأيضا راقب أهلك وكن آمرا لهم بالصلاة، واجتهد كل اجتهاد أن تتابعهم في موضوع الصلاة، وأن توقظهم للصلاة، وأن توقظ أولادك للصلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الأولاد: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فأنت تابع أولادك سواء كانوا ذكورا أو إناثا، فمتى بلغوا سبعا وأتموا سبع سنوات مرهم بالصلاة، إذا أتموا عشرا فإن امتنعوا فإنك تغلبهم لتؤدبهم على هذه الشعيرة وعلى هذه الفريضة. ولا تترك أهلك وهم سادرون في غيهم، سواء كانت الزوجة أو الأولاد، بل إذا كانت الزوجة ممتنعة عن الصلاة الواجبة ولا تصلي ولم تتب من ذلك، فإنه لا يحل لك أن تبقيها معك، لقول الله عز وجل: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لا تكون مرتدة. وكذلك أنت أيتها الزوجة، إذا كان الزوج لا يصلي أو ترك الصلاة ولم يتب من ذلك، فإنه لا يحل لك أن تبقي معه، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. فالزوجة المسلمة لا يحل لها أن تبقى مع من ترك الصلاة ولم يتب من ذلك، لأن ترك الصلاة كافر مرتد، إذا تركها فإنه يكون مرتدا كافرا، ويجب أن يستتاب كما يقول أهل العلم، فإن تاب وإلا قتل، وهذا يكون عن طريق المحاكم الشرعية. سادسا، أيها المسلم، كن محافظا على صلواتك.
دائما عليها كما قال تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون، وقال على صلواتهم يحافظون. فيجب على كل واحد منا أن يحافظ على الصلوات الخمس وأن يهتم بالمحافظة عليها. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في هذه الصلوات: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة إلى يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له ولم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، ويكون يوم القيامة قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. فحافظ عليها في أوقاتها. ولما سئل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل، قال: الصلاة على ميقاتها. وقال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولذلك من شرطها الوقت، ويجب أن تصلى في وقتها، إلا من كان أبيح له الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإنه يجمع بينهما سواء كان جمع تقديم أو كان جمع تأخير، وهذا لمن أبيح له الجمع كالمسافر، والجمع للمطر، والجمع للمستحاضة والمرض، هذا هو الذي يباح له أن يجمع التقديم أو تأخير على ما يكون أرفق به. لكن من كان ليس عنده ما يبيح له ذلك وجب أن يصلي كل صلاة في وقتها. وكذلك على المرأة أن تتنبه. ويجب عليك أيضا إذا كنت تنام أن تجعل ما ينبهك ويوقظك لهذه الصلاة، إما الجوال، وإما أن تنبه على زوجك أو على الولد، وكذلك الزوجة من ينبهها ويوقظها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا في سفر أمر بلالا أن يراقب لهم حتى يصلوا الصلاة في وقتها، ولكنهم ناموا ما أيقظهم إلا حق الشمس كما جاء في الحديث في تلك المسألة. وأنا أنبه كما قلت على هذه الصلاة وعلى صلاة الفجر وصلاة العشاء وصلاة العصر، وفي الحديث: من صلى بعدين دخل الجنة، ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله كما قال عليه الصلاة والسلام. وهناك من يتخلف عن صلاة الفجر فلا يصليها إلا بعد خروج وقتها، وهناك من يعدل الساعة على الدوام ولا يعدلها على صلاة الفجر، فإذا تعمد ذلك فإنه على خطأ عظيم، بل قد يكون مرتدا لأنه تارك صلاة الفجر فلا يصليها في وقتها الذي جعله الله عز وجل. ولذلك أيها الحبيب، احذر من تأخير الصلوات على أوقاتها، وأدها في وقتها الذي شرعه الله عز وجل، فإن لوقتها أولا وله آخر. وقد قال النبي: الصلاة بين هذين الوقتين، كما في حديث جبريل. سابعا، المسألة السابعة: هذه الصلاة أول ما يحاسب به العبد لحقوق الله عز وجل، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فقد خاب وخسر. فينتقص من الفريضة إن فريضة قال الله: هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما نقص من الفريضة. ولذلك أيها المسلم، تنبه أن هذه العبادة أول ما تحاسب عليه من حقوق الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك
اجتهد في إقامتها، واجتهد أيضا في التطوع وفي نوافل الصلاة، لأنها يعني يسد بها ويكمل بها ما نقص من الفريضة، وهكذا بقية الأعمال تؤخذ على ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام. المسألة الثامنة، الخشوع في الصلاة. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك ليس لك أيها المصلي من صلاتك إلا ما عقلته، هو الذي يحسب لك ثوابه عند الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس له من صلاة إلا ما عقل، ربعها ثمنها إلى أن قال عشرها. فإذا كنت تجهزت للصلاة وتطهرت للصلاة فحرص على أن تعود بأعظم جزء منها، ولا تلف كالثوب البالي ثم يغمى بها في وجهك، فكن خاشعا في هذه الصلاة مقبلا على الله عز وجل، متفكرا في أمر آخرتك، متدبرا كلام ربك سبحانه وتعالى، حتى تؤدي صلاة مقبولة عند الله عز وجل، صحيحة قد قمت بشرائطها وأركانها وواجباتها. ثم بعد ذلك إذا قضيت الصلاة كما قال الله جل وعلا: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهناك من الناس من إذا دخل في صلاته جاءته العجلة، لماذا العجلة؟ أو إذا دخل في الصلاة تذكر أشغاله فذهب عقله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا. الصلاة شغل، فيها التكبير، فيها التلاوة، فيها التحميد، جمعت العبادات. ولذلك إذا قمت بصلاتك فأنت نعم تناجي ربك عز وجل. فاستحي أيها العبد أن تكون قد نفع قلبك، فإذا صليت فلا تلتفت بقلبك ولا بوجهك، فإن هناك من إذا صلى التفت بقلبه عن الله عز وجل وترك الخشوع وأخذ يفكر في العشاء أو في البيت أو في مشاغله. أما إذا حضرت صلاة العشاء والعشاء فابدأ بالعشاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو حضر الطعام، أو كان يدافع الأخبثين، وفي الحديث: لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. وهكذا أيها الحبيب اهتم بموضوع الصلاة بموضوع الخشوع في هذه الصلاة، حتى تخرج منها وقد استفدت منها فائدة عظيمة. تاسعا، يقول الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا أخي الحبيب، يشترط للصلاة ستر العورة، ويشرع المسلم أن يتزين لصلاته، أما ستر العورة شرط، تزين لصلاتك. بعض الناس إذا أراد أن يخرج لمقابلة المسؤول الفلاني لبس ثوبه وخطرته وعقاله، وإذا أراد أن يأتي للصلاة جاء في ثوب النوم، أو جاء في ملابس متسخة. فأين تطبيق قول الله: جاء خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ أما إذا كان فقيرا ليس عنده ثياب وليس عنده إلا ثوب واحد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وإذا كان واسعا فالتحف به،
وإذا كان صغيرا فاتزغ به. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الثوب الواحد قال: أو يجد كلكم ثوبين؟ قال عمر رضي الله عنه: إذا أوسع الله فأوسعوا. صلى في إزار وندى، في إزار وقميص، في نداء وتبان. التبان هو السروال القصير، يعني إنسان مثلا يصلي في يسمون عندنا حوك. النداء ما يوضع على أعلى البدن، والإزار أسفل البدن، والقميص الذي يغطي البدن، والتبان السراويل القصير. وأما المرأة يجب أن تغطي بدنها كله إلا وجهها وكفيها، والأولى بها أن تغطي كفيها، وأما وجهها فإنها تكشفه في الصلاة، ولكن تغطي قدميها، يجب عليها أن تغطي قدميها. فالمرأة في الصلاة يجب أن تغطي بدنها كله إلا وجهها وكفيها، ولو غطت كفيها فهذا أفضل عند بعض أهل العلم. المسألة العاشرة، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين. والمراد الوضوء، ولذلك إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، يعني أكمل الوضوء واعتني بهذا الوضوء. هناك من الناس إذا غسل رجليه ترك الآخر العقب، وفي الحديث: ويل للعقاب من النار. فاعتني بهذا الوضوء غاية العناية كما في الآية، بل إنه يشرع لي ولك إذا قام أحدنا إلى صلاته فقام يتوضأ فليتذكر هذه الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فيغسل وجهه ويتذكر الأمر الإلهي، ونعم يديه، وهكذا إلى أن قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فإذا فقد الماء حقيقة أو حكما تيمم بالتراب فإنه طهور للعبد وإن لم يجد الماء 10 سنين، يعني مهما طال الزمن ما دام عادما الماء. والمراد هنا العناية بالوضوء، فإن العناية به تدل على العناية بالصلاة. وإذا كلما كان أحدنا معتنيا بوضوئه كان هذا فيه إقبال على صلاته وعلى خشوعه، كما اعتنى النبي الوضوء عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان وغيره. فالوضوء متى أسبقه ومتى كان وضوءا شرعيا خرجت الخطايا معه، وهي صغائر الذنوب حتى تخرج من بين نعم من تحت أظفاره كما في الحديث، مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وهكذا أيها الحبيب، تنبه لهذه المسائل التي ذكرتها لك، وكن حريصا على إقامة الصلاة، الإقامة الحقيقية. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.